في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية في العراق من نقص في الكادر التدريسي، تستمر التجاوزات على المحاضرين والمعلمين وهضم حقوقهم وسد الطرق أمام إكمال مسيرتهم. لتكشف هذه الزاوية عن خلل في المؤسسات التعليمية يفسر سبب تدني مستوى التعليم في العراق وتفشي الأمية والجهل. العلماء يضربون بأخامس من خمسات البنادق، جرح العلماء، ضربة الحرائر. أين نعيش؟ في غابة؟ هل من حكومنا عصابات أم دولة ونظام قانون؟ ما حصل اليوم حقيقة عند الهجمين. لا نلوم أي تدريس يعكف عن التدريس، لا نلوم أي تدريس تمتنع عن الحضور عن الجامعة. اليوم مع الأسف تمتهن الكرامات ويحتقر التدريسيون ويمسح العلم بأحذية المنتسبين مع الأسف. مدرسو جامعة بغداد يرفضون استئناف إلقاء محاضراتهم إذا بقيت مطالبهم بدون استجابة، وينظمون اعتصاما مفتوحا لا تراجع عنه حتى تحقيق أهداف الاعتصام. اعتصام أساتذة جامعة بغداد، أكرر، يبدأ غدا الأحد الساعة 10 صباحا أمام جامعة بغداد في الجادرية في الحديقة. كل يحد يبقى خيمتها ونجي هناك معتصمين، وحنبقى معتصمين لحد لما تتحقق مطالبنا. ما حصل أن القوات الأمنية انهالت عليهم بالضرب وتعاملت معهم بوحشية دون مراعاة أدنى معايير احترام مركزهم التعليمي وشهادتهم الجامعية. هذا المشهد أصبح معتادا في العراق، فمنذ عدة سنوات تتظاهر الكفاءات التعليمية دون أن يلتفت إليهم المسؤولون، ويترك الأمر لقوات الأمن لتتولى فض الاعتصامات بالتنكيل والاعتقال. سلوك يترك آثاراً سلبية على الميدان التعليمي ويفسر هجرة العقول والكفاءات خارج البلاد، فأي قيمة للمعلم والأكاديمي تبقى إذا امتهنت كرامته وسلبت حقوقه؟ يحدث ذلك فقط عندما تريد المنظومة الحاكمة إنهاء دولة العلم والمعرفة وإقامة دولة الجهل والخرافة والأمية.